منوش احنا وين رايحين اليوم؟ انا جعانه وانا كتير جعانه، لهيك اليوم صار وقت التحدي الثاني. زي ما انت اخذتيني ناكل فسيخ، انا لازم اخذك تجربي المنسف. انا جعانه وانا مثلك جعانه، وبما انه بدنا ناكل منسف طبعا ما بنقدر نلاقي بالفجيره اطيب من الملاح اللي يقدم لنا هذا الطبق الاردني الاصيل، وطبعا من هلا صار لازم نروح. انا جعانه جدا. رح هلا رح نروح على الملاح روقي شوي. يلا استني شوفوا منا شو رح تعمل بالملاح على صدر المنسف. يلا وهي وصلنا يا منا. انا جعانه وانا جوعانه، بس لازم شيء ما ننساه، لازم نروح نغسل ايدينا لانه رح ناكل بايدينا كمان. يلا. لا بس انا متحمسه الصراحه اجرب المنسف. يلا الجميل بالموضوع يا منا انه يوم الاحد في الملاح عندهم المنسف وعندهم الصياديه، يوم الاثنين عندهم فريكه وباستا، الثلاثه عندهم خروف محشي وششبره، الاربعاء سمك ودجاج محشي، الخميس محاشي ومقلوبه، يعني مره ثانيه حنيجي ناكل مقلوبه، والجمعه عندهم كبسه سعوديه وملوخيه. انا موافقه جدا ومتحمسه. هذا هو جدول الملاح، بس انا قربت خلص صرت عم بشم ريحه المنسف، بعتقد انه كثير قرب. مش عارفه ريحته كيف؟ انا ما بعرفش ريحته عشان هلا رح اشمي معاكي. حتشمي ريحته وحتدوقيه وحيعجبك ورح ننبسط كثير. بس خليني احكي لك كمان عن قواعد المنسف. اول شيء طبعا لازم نوقف احتراما للمنسف. احنا بناكله احنا واقفين. واقفين؟ ايوه. لا ايدك ورا ظهرك وبتاكلي بايد واحده. اذا حدا لحظه انت جاي تاكليني ولا تذنبيني؟ لا هذا من خلينا نقول من عاداتنا وتقاليدنا في أكلة المنسف. وإذا شخص قدم لك لحم على صدر المنسف لازم تاخديه ممنوع تردي، ودائما بقولوا أكرموا كبيركم، بيشيلوا لسان الخروف وبيعطوه لكبير الجلسة، وهذه من أميز العادات والتقاليد اللي موجودة بصدر المنسف. صار واصل، سلم إيديك. المنسف الرائع. هلا لازم نوقف ونسمي. نوقف يس. اوكي يلا يلا بسمي. اول شيء منا رح اخذ معلقتك. أوكي. رح اصادر المعالق لانه ما في اكل بالمعالق. بما انه غسلنا ايدينا صار فينا ناكل. بتاخذي شوي من خبز الشراء. اوكي هو مسقى اوريدي. اوكي اعملي هيك ايدك ورا ظهرك. اي واحده بقى الورا؟ اليسار. بتاكلي باليمين؟ اوكي. تضغطيها هيك منه. طبعا منه احنا خلصنا التشالنج تبعتنا، بس قولي لي شو رايك فيه؟ ايه هو انا ينفع اكل بالمعلقه؟ اه طبعا تقدري تاكلي بالمعلقه. اديني معلقه بقى، دي معلقه واديني فرصتي. اوكي تفضلي. شكرا. يلا اظني كان المنسف كافي انه اشرح لكم قد ايه هو طيب. هلا انا ومنا رح ناكل. عوده للاستوديو.